بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم اليوم رضا عبد التواب. إن شاء الله شرحنا النهاردة بالفيديو عن طريقة شراء أسهم من رصيدك في موقع الاستثمار My Paying Ads المعروف بـ MBA. لازم حضراتكم تعرفوا إن الرصيد بينقسم لجزئين. الجزء الأول بيذهب بنسبة 30% للكاش بالانس، وده اللي تقدر تسحب منه لما توصل 5 دولار. والجزء الثاني اللي هو بنسبة الأكبر 70% بيذهب للريبورشس بالانس، ودي اللي انت تقدر تعمل منها إعادة شراء للأسهم. زي ما حضراتكم في معلومة ان انت ممكن تقدر تشتري من رصيدك في الكاش بالانس والريبورشس بالانس، وده اللي هنوضحه لحضراتكم في الشرح دلوقتي. هنضغط على فيلاند ونضغط على بورشس شيرز. هنختار هنا طبعا زي ما حضراتكم شايفين في الكاش بالانس في $1.67، وفي الريبورشس بالانس في 2.82، يعني الاجمالي $4.49. يعني انا هشتري 4 اسهم. هنكتب هنا عدد الاسهم اللي احنا محتاجينها في المربع ده. انا هختار رقم 4، وهنعلم على المربع الصغير ونضغط على كلمة بريفيو. ده طبعا تأكيد الدفع. هنضغط على كلمة Pay Now. ظهر لحضراتكم الرسالة دي. وطبعا لو عايز تعرف انت معاك كام سهم وفي كل مستوى، وايه الاسهم اللي اشتغل شغالة وايه الاسهم اللي واقفة، بتضغط على كلمة Click Here. زي ما حضراتكم شايفين ده اسم الخطة. دي اللي هي الخطة الأولى أنا معايا فيها. طبعا دي عدد الأسهم اللي هي الأكتف. أنا معايا 183 سهم أكتف. ده إجمالي الأسهم حتى بما فيهم الأسهم اللي مدتها انتهت. طيب، من المعروف إن ما ينفعش تستثمر في الخطة رقم 2 غير لما يكون معاك على الأقل 100 سهم أكتف في المستوى الأول. المستوى طبعا بينتهي عند 200 سهم. يعني انا معايا دلوقتي 183 سهم، يعني فاضل لي تقريبا 17 سهم عشان اقدر انتهي من المستوى الاول وابدا اشتغل في المستوى الثاني. وزي ما هنشرح لحضراتكم دلوقتي هنعرف ازاي ان احنا نشتري اسهم من حسابك الخاص. بنضغط على فينانز ثم نضغط على اد فون. هنا في المربع ده هنكتب عدد الاسهم اللي احنا نشتريها من حسابنا الخاص. طبعا انا فاضل لي 17 سهم، اكتب 17، ومن هنا اختار البنك اللي انا بتعامل معاه. انا بتعامل مع البايزا، اختار البايزا واضغط على بريفيو. زي ما حضراتكم شايفين هنا اثبات الدفع، وطبعا 17 دولار، وفي 85 اللي هي الفيز اللي هي نسبة التحويل من بايزا. هنضغط على باي ناو. هيبدا يحولنا اوتوماتيكيا على بنك بايزا لاجراء عملية الدفع. هنضغط على بايزا ممبر ونكتب هنا الايميل الخاص بالبايزا، ونكتب هنا الباسورد ونضغط على كلمة continue. هيحولنا على الصفحة دي. هنضغط على كلمة continue. هنا زي ما حضراتكم شايفين طبعا ده المبلغ اللي هيدفع. هنضغط على continue. هيحولنا لصفحة تأكيد الدفع. هنكتب هنا الترانزيكشن بين الخاص بالبايزا ونضغط على كلمة ميك بيمنت. هنا بيظهر لنا رسالة انه تم الدفع بنجاح لموقع ماي بينج اد. هننتظر حتى ينتهي 20 ثانية ويتم بعدها التحويل تلقائي الى موقع MBA.
طبعا زي ما حضراتكم عارفين او يعني الواضح حاليا ان موقع ام بي اي يعتبر من اضمن مواقع الاستثمار، وانا بنصح الجميع ان يستثمروا فيه بدون اي خوف. هنبدا ان احنا نشتري، بعد ما عملنا اضافه المبلغ هنبدا ان احنا نشتري الاسهم. هنضغط على فينلز على بورشز شيرز. هنا هتشوفوا حضراتكم ان تم اضافه المبلغ 17 دولار. هكتب هنا نفس الخطوات اللي احنا عملناها في المره الاولى، هنكتب هنا عدد الاسهم اللي احنا محتاجينها ونعلم على المربع الصغير ونضغط على بريفيو. هنا تأكيد الدفع نضغط على باي ناو عشان نتأكد الأسهم نزلت ولا لا، نضغط على كليك هير. زي ما حضراتكم شايفين عدد الأسهم الأكتف بقى 200 سهم، وبكده أنا انتهيت من المستوى الأول، وإن شاء الله هبدأ إن أنا أشتغل على المستوى الثاني. سعر السهم بيكون 3 دولار. لو شايف ان انت استفدت من الشرح يشرفني انك تشترك في قناتي على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.